إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن من الذنوب التي تساهل فيها الناس أذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا، وقد قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المؤمنين إثم مبين، والأذية يا عباد الله تشمل الأذية في الأموال وفي الجسد وفي الأعراض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس في يوم النحر في منى في حجة الوداع، قال: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهرك في مكانكم هذا في شهركم هذا. فدل على أن أذية المسلمين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم حرمته عظيمة جدا كحرمة يوم النحر في المكان الحرام في الشهر الحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأذية يا عباد الله أذية الأنبياء والمرسلين، فقد توعد الله سبحانه وتعالى من آذى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ومن الأذية يا عباد الله أذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد توعد الله عز وجل من آذاهم باللعنة، فقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة واللاعنين والناس أجمعين. وبعدهم أذية العلماء، فإن أذية العلماء أذية للناس أجمعين، لأنهم المبلغون عن الله دينه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن يقوى على حرب الله سبحانه وتعالى. فالأذية محرمة على المسلمين، بل إن الله عز وجل حرم حتى إيذاء الحيوانات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قد وسم في وجهه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من وسمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي بأن جعل شيئا فيه الروح غرضا يتدرب عليه أو يتسلى برميه، فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في الحيوانات فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ ومن صور إيذاء المؤمنين
الكلام في أعراضهم والطعن فيهم، فقد توعد الله عز وجل الذين يرمون المحصنات الغافلات، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وتوعد الله عز وجل من آذى المؤمنين بنشره للفاحشة أو يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا إثم مبين توعد الله سبحانه وتعالى أصحابه. ومن صور أذية المؤمنين يا عباد الله ظلمهم في المعاملات، فقد توعد الله عز وجل من يظلم في المعاملات فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وتوعد الله المغتابين والطاعنين فقال سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وهذا يا عباد الله من أعظم الأذية التي تساهل فيها اليوم كثير من الناس، والله المستعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا حديث يا عباد الله حديث عظيم يؤصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول الأخوة الإيمانية التي لا بد أن تكون بين المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. وكل هذا يا عباد الله من أجل أن تدوم المحبة بين المؤمنين، ومن أجل أن لا يدخلوا في التباغض والتحاسد التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة التي تحلق الدين. وكل ذلك يا عباد الله من عناية هذا الدين العظيم بأمر الاجتماع ونبذ الفرقة والحث عليها والحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة من أجل أن تدوم المحبة بين المؤمنين. وهي نهي عن الضد، نهي عن الإذاء، ونهي عن وسائل التباغض والتحاسد. عباد الله، ومن صور إذاء المؤمنين الذي تساهل فيه اليوم كثير من الناس، ومن صوره ما يفعله بعض المقاولين من ترك أدوات البناء في الطريق من المسامير والخشب وغير ذلك مما يؤذي الناس في مشيهم
وهذا لا شك يا عباد الله من الإيذاء الذي تساهل فيه اليوم كثير من الناس، كما هو مشاهد في الطرقات، فمن تأذى بسببهم فالإثم عليهم. ومن صور ذلك يا عباد الله ما يفعله بعض الناس من ترك الحبر التي يحفرونها، سواء كانت للبيارات أو كانت للآبار أو كانت للعيون، يتركونها مفتوحة لا يحيطونها بشيء، وكل ذلك يا عباد الله من إيذاء المؤمنين في طرقاتهم، فمن سقط فيها أو تأذى بها فالإثم على من فعل ذلك. فعلينا يا عباد الله ألا نقع في مثل هذه الأمور، وإذا رأينا مثلها أن ننصح أصحابها، فإن لم يستجيبوا فإنه لا بد من رفع أمرهم، لأن هذا من إيذاء المؤمنين، وإيذاء المؤمنين إثم مبين. إن الذي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. عليكم بالجماعة، إن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم أرزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على الخير، تدله عليه، تذكر به يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.